مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من الحلقات اللي وعدناكم فيها على كنار تي في وهو طريق الهجرة إلى كندا. إن شاء الله رب العالمين الجميع بيقدروا يتوفقوا ويحصلوا على الطريق الصحيح للوصول إلى كندا، لأنه هذا السؤال بيسألوه ناس كتير، خاصة لأن إحنا اللي عايشين في كندا وللأسف هم ما بيعرفوا إنه إحنا يمكن ما بنعرف الطرق اللي جيت فيها أنا والأستاذ محمد تغيرت والقوانين بتتغير. فموضوع انه نعطيكم احنا كلام من عندنا موضوع خطأ، وعشان هيك اليوم حابين نستضيف في الحلقة الثانية مستشار هجرة قانوني مرخص في كندا ليتكلم معكم بكل أريحية، ليعطيكم كل المعلومات اللي بتطلبوها عن موضوع معين. اليوم حنحكي عن موضوع اللجوء، قد نحتاج إلى أكثر من حلقة في الموضوع لأن الموضوع كتير متشعب، ولكن بالمختصر هو موجود هنا لخدمتكم لإعطائكم المشورة. فعشان هيك في البداية قبل ما نبدأ بطلب من الجميع أول شيء يعملوا شير عشان يستفيد منه كتير، عشان نقدر نجاوب للجميع عن هذه الأسئلة. أي واحد عنده سؤال يضعه في الكومنتس وإن شاء الله نقدر نجاوب في آخر الحلقة. بس بدي أحكي شغلة مهمة جدا، إنه إذا أنتوا داخلين من جروب ثاني الكومنت للأسف ما بنظهر عنا، فأدخلوا على كنار تي في على الفيسبوك كنار تي في لايف، من هناك احضروا أو من هناك اكتبوا الكومنتس، مش شرط الحضور، مهم تكتبوا الكومنتس هناك عشان نقدر نشوفها. للأسف الفيسبوك عنده طريقة إنه ما بقدر تشوف الكومنتس إذا كان موجود من جروب ثاني، طبعا هذا مش بيدنا، لكن عشان نقدر نجاوب على الأسئلة أو المستشار يجاوب على الأسئلة مباشرة ويكون عندكم المعلومات. طبعا في نهاية الحلقة حنعطيكم برضو رقم تلفون والواتساب والويب سايت والإنفورميشن تبعت الدكتور عشان تقدر تستشيروه مباشرة، وحنحاول إنه نحرج الدكتور في نهاية الحلقة ونأخذ 3 استشارات مجانية لأول 3 من اللي حيتواصلوا معه ويأخذوا استشارات إن شاء الله. حي أخوي محمد وزميلي وصديقي وحبيبي محمد التميمي حيرحب بضيفنا، فأترك له المنبر. طبعا إحنا يعني بداية خليني أرحب بالضيف حتى يكون موجود معنا مباشرة، وهو الدكتور عمرو حايك. والدكتور عمرو حايك مستشار هجرة مرخص في كندا، حيكلمنا عن مكتبه وحيكلمنا عن خبراته. والحقيقة أن الدكتور عمرو يعني معروف وأشهر من نار على علم في هذا المجال، له أعمال كثيرة في الهجرة وله باع طويل في الهجرة. والحقيقة يعني أنا بدي أصارح الجمهور، إحنا يصلنا استشارات ويصلنا أسئلة كثيرة جدا 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 لأنه إحنا موجودين على السوشيال ميديا، والحقيقة هذا هو العنوان الخطأ. لما بتصل لأي واحد في السوشيال ميديا تسأله عن الهجرة واللجوء ومواضيع الهجرة، أنت تصل للشخص الخاطئ وليس الشخص السليم. ولذلك من كثر ما جاءنا تساؤلات حبينا أن نكون جسر يوصل الناس بالشخص الحقيقي، الشخص السليم، بالشخص المرخص اللي أعطته كندا هذا الترخيص ليتحدث عنها في مواضيع الهجرة، ويشير على الناس وينصح الناس بالوسائل والطرق التي يدخلون بها كندا دون خطأ قانوني، دون خطأ مهني، ودون أي خطأ في أي زاوية من الزوايا التي يمكن أن يخطئوا فيها. والحقيقة إنه قصص التلاعب وقصص الاحتيال أصبحت تلح على الجميع أن لا يتحدث وأن لا يفتي من عنده، وإنما يستند إلى شخصيات عندها علم عندها خبرة، وبالتالي لما يستند لشخصيات بهذا المستوى يكون هو مرتاح البال مرتاح الضمير، وبنفس الوقت يستطيع أن يفيد الناس الذين يطلبون منه الفائدة. أرحب مجددا بالدكتور عمرو. أهلا وسهلا دكتور عمرو. تحياتي أستاذ محمد، مساءك خير إن شاء الله ومساء الخير للجميع. أعتقد هلا الوقت مساء، المساء ممكن إفريوير بكل وطن العربي كمان. صحيح. نعم مساوية. الله يخليك، يسعد مساءك دكتور جمال. أعتقد ممكن هذا اللقاء الثاني أنا والدكتور جمال.
نعم صحيح. طبعا انا بتشرف اكون على قناه الكنار اليوم، واعتقد هي قناه اصبحت مميزه بفتره زمنيه قصيره جدا برمضان الكريم، يعني ما شاء الله عنكم، يعني كان انتاج نوعا وكما. وانا هون طبعا اوبن مايند لاي سؤال ممكن يكون، بس حبيت انوه في شغله مهمه كثير، انه اللجوء هو موضوع حساس جدا، في جوانب بقدر احكي فيها بتفاصيل وفي جوانب يعني قانونيا بقدرش احكي فيها. نعم. انت عارف كيف اللجوء هو يعني له حيثيات تفاصيل قانونيه، انا كمستشار ما بقدر اعملها بروموشن بالطريقه اللي ممكن اي واحد يفكر فيها. طيب. موضوع اللجوء مختلف عن اي موضوع اميجريشن تاني. نعم. لذلك ممكن بتلاحظ معظم المستشارين بحطوا اعلانات، بس مستحيل يعني بحط اعلان للناس اللي برا تعالوا يا جماعه اعملوا اللجوء. طيب. فانا جاهز لاي سؤال اي استفسار. اهم شيء في البدايه دكتور عمر تعرفنا بالمكتب واعمالكم انشطتكم، لانه ما شاء الله انا اللي بعرفه انه عندكم عده خدمات ومتنوعي المهام. تفضل. خليني اقول لك شغله، خليني اعرفك انا كعمر شخصيا، الباك جراوند تبعي ممكن بدايتين. طبعا انا اسمي عمرو حايك، انا بحمل البي اتش دي، ممكن مش بالقانون، بحمل البي اتش دي في مجال الفارماستيكا. لغايه هلا انا يعني عندي شركه دوائيه وعندي موظفين، بس انا يعني كشير هولدر مش اكثر ما اكون انا اكزيكتيف فيها، او انه انا يعني بمارس فيها العمل. كنت من فتره زمنيه كنت يعني اكتف فيها، بس هلا انا عباره عن شير هولدر. هذا الباك جراوند تبعي العميق في كندا من سنه 2000 لغايه ممكن لغايه 2013 2012. من 2012 توجهت في البدايه لشيء اسمه ايدوكيشن. ايدوكيشن كان انا عندي فيه باشن كتير، وبتعرف لما دخلنا بالايدوكيشن في دقيقه او بايام الواحد عمل سليبنج لداخل الاميجريشن، وموضوعنا اي لايك ات وحبيته، بعمل لك كتير انتراكشن مع شرائح مجتمع متعددة. بلشنا احنا مكتبنا تقريبا بحدود عام 2000 بداية 2016 او ميدل 2016. مكتبنا الرئيسي هو موجود في ميساغا الفرع الرئيسي، وعندنا فرع موجود بلندن، بس هو الهيد اوفيس تبعنا هو ميساغا. عندنا تقريبا بحدود حوالي 12 موظف. اقسام اللي عندنا هي متعددة، اكبر قسم طبعا هو اللجوء. بخلال تقريبا اعطيك احصائي بعام 2019 و2018 ممكن تعاملنا باكثر من 570 ملف رفيجو لجوء. زي ما قلت لك يا مكتبنا بيتعامل باللجوء، بيتعامل بالاستثمار، بيتعامل بهجره الكفاءات. قسم كبير عندنا بقسم الادوكيشن. الادوكيشن هو احنا يعني بنتعامل باكثر من 400 كنديان او من اكثر من 400 جامعه وكليه كنديه وامريكيه. For the last two years ممكن تقريبا نجيب لك قبولات لأكثر من حوالي تقريبا 480 طالب. فمجالنا تقريبا احنا بنغطي كل شيء اجمالا بالهجرة. عندنا طاقم كتير قوي متخصص، أقسام متعددة، كل قسم متخصص في مجال في برنامج معين بالهجرة. هذه طبعا لمحة بسيطة أو اللي ممكن تخطر في بالي في الوقت الحاضر اللي أحكيها عن مكتبنا. ما شاء الله عليكم، عشت يا دكتور، عشت. طيب احنا دكتور في البداية حنحاول زي ما حكينا انه نلخص موضوع اللجوء ونتكلم عنه. موضوع اللجوء شوي معقد زي ما حكى الدكتور، طويل، فإذا عندكم اي اسئلة حطوها في الكومنتس. انا شايف في بعض الاسئلة بدأت تيجي، حنقدر نجاوب على جميع الاسئلة في اخر 15 دقائق حسب عدد الاسئلة ان شاء الله، و يعني فخليكم معنا ان شاء الله. دكتور عمر، كلمة لاجئ، يعني خلينا نعرفها من منظور القانوني تبع كندا. هل هو اللاجئ هو فقط اللي طلع من بلده بسبب حرب، زي ما بنحكي احنا مثلا الاخوان اللي موجود عندهم حرب هلا، سوريا، فلسطين، لبنان، لبنان مثلا ان شاء الله ما فيها، اليمن، هل هذا لاجئ ام هو اللاجئ له تعريف ثاني قانونيا في كندا؟ هو بكندا اللاجئ تقريبا مختلف تماما عن المفهوم اللي ممكن يخطر يعني ببال اي واحد، والدليل مثلا الفلسطينيين ممكن يعتبر اول لاجئين بالوطن العربي. في كثير فلسطينيين بيجوا من السعوديه، بيجوا من سوريا، بيجوا من لبنان، بيجوا كذا، ونسبه كبيره منهم ترتفض رغم انهم لاجئين. يعني
الحكومة اللبنانية والحكومة السورية والحكومة السعودية وكل الحكومات نعترف فيهم أنه هم لاجئين وما حدا يرفضهم. إذا أصبح مفهوم اللاجئ هو مختلف شوية عن اللي ممكن يخطر في بالنا. اللجوء لما يكون مبني على الضرر العام ما بينجح باللجوء، لازم يكون ضرر خاص. بمعنى إذا بلد فيها حرب وهذا الحرب هي على الجميع، ما بيقدر يأخذ بروتكشن أو حماية من حسب القانون الكندي. بقول لك أوكي في بلد في حرب في بلدك، بس أنت بالذات كشخص A أو B أو C شو ممكن يصيبك أو شو صابك ضرر قبل هيك. يعني بالمختصر كلمة الضرر العام، يعني إذا كان الضرر هذا على كل مثلا سكان دولة معينة لا يعتبر لاجئين حسب القانون الكندي، لازم يكون ضرر خاص. أنا يعني عبرت عليه ممكن بكلمات بسيطة، لأنه كثير مثلا أنا بحكي لك على سبيل المثال بالذات الفلسطينيين، الفلسطيني بيجي من السعودية معه وثيقة مصرية بقول لك أنا فلسطيني ستيتس من حق اللجوء، لا. يعني بتلاقي هلا فلسطينيين موجودين في مدن معينة هنا في كندا صار لهم 15 years ومرفوضين. صح هم قاعدين بكندا، لكن قاعدين بكندا لأنه ما بيقدروا يسافروا، ما في بلد تقدر تأخذهم. أوكي. بس بالمقابل هم مجمدين، صح بيأكل وبيشرب وبيشتغل، بس ما بيقدر يطلع مكان، عبارة عن إنسان مجمد. يعني في عنا حالات للجوء، في عنا أشكال مختلفة للجوء، في عنا أنواع مختلفة للجوء. طبعا أكيد. أنا مثلا هلا في ناس بقول لي والله أنا بدي لجوء إنساني أو بدي لجوء سياسي، هو بالنهاية لجوء، بس اللجوء هو مبني على أربعة أو خمس قواعد. يعني في ناس مضطهدين مثلا في اضطهاد، هلا تعرف كيف في فرق بين التمييز والاضطهاد. نعم. التمييز كفاية لحاله مش كافي أن يأخذ على اللجوء، لكن لما التمييز يكثر أو يكون بكم هائل أو بكم كبير بيؤدي للضرر. فإذا التمييز أصبح اضطهاد، هو كل اضطهاد تمييز بس وليس العكس. أوكي. فالإنسان لما أصبح مضطهد معناه في أذى، الأذى ممكن يكون يعني جس يعني ممكن يكون يعني خلينا نحكي فيزيكال أو ممكن يكون معنوي، ممكن يكون عدة أنواع من الاضطهاد ممكن تكون جسدي مادي أو معنوي. مادي أو معنوي بالضبط. فالاضطهاد هو أسباب من أسباب اللجوء. كمان اللي هو الحرية الدينية أو حرية الرأي أو إنك تكون عضو في جمعية معينة وأنت هاي الجمعية ممكن أن تعاقب عليها في دولتك إذا كنت أنت منبر فيها. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا اللي هو جمعية الإخوان المسلمين في مصر حسب القانون المصري الحالي محرمة. هاي اسمها حرية رأي حسب القانون الكندي، تأخذ أنت عليها لجوء. لكن لو كانت ممنوعه او محرمه دوليا او ممنوعه دوليا او متهمه مثلا بالارهاب في الامم المتحده مثلا او مصنفه بمنظمه ارهابيه ما بيكون لها اي مختلف. تماما. والدليل انا كثير مرت علي حالات ناس اعضاء بجمعيات مختلفه بدول مختلفه، اول سؤال بسأل القاضي شو مبدا الجمعيه هذه؟ هل المبدا هو مثلا بحملوا السلاح، المبدأ هو سلمي بيسفل كذا، كل هاي الأسئلة تسأل. نعم. اي شخص مجرد كان انفولف او كان مشترك بحمل السلاح مسار القضية يختلف تماما. تفضل دكتور. تفضل. فاللي بحكي فيه اللجوء هو عبارة زي ماتريكس، يعني عبارة عن كيف بدي اقول لك اياه، في كثير فاكتور وعوامل ممكن شخص ياخذ اللجوء بناء على إحدى هاي الأشياء اللي حكيناها، ممكن يكون كومبينيشن أو مجموعة أشياء. أنا في كمان شيء تاني عندك الجندر، يعني في مثلا فرق بين الست والرجل، صح؟ هذه كثير إلها. أنا مثلا نحكي على الأردن مثلا، يعني أنا أحمل جواز الأردني بالنهاية. في مكتب كثير طلاب لجوء أردنيين، بس اللاجئ الأردني غير اللاجئ الفلسطيني غير اللاجئ السوري. اللاجئ الأردني مثلاً أغلبيتها كلها عبارة عن قضايا اجتماعية. بالضبط. فكل دولة إلها تقسيم مختلفة عن دولة تانية. يعني هذا سؤال يمكن كتير بيسألوا ناس خاصة من الدول اللي فيها أمن شوية. أقول لك أنا بقدر أعمل لجوء إذا هون السؤال إنه دولتك آمنة ليش بدك تعمل لجوء؟ من إيش بدك تهرب؟
يعني هو انه كندا بدها تحميك من خوف قد يضرك في بلدك الام اللي انت عايش فيها. هذا المبدا طبعا هو هذا لو يعني اذا انت بتجليها كسؤال في عليه اجابه طويله شوي، ما بعرف كيف ندير اللقاء، هل هو سؤال اجاوبك عليه؟ تفضل. بس هذا الموضوع بالذات احنا حكينا مثلا الاضطهاد، حكينا الجندر، حكينا السوشيال جروب، في كمان حكينا انه ممكن يكون اللي هو ما عندهش اللي هو كونترا بروتكشن، حمايه الدوله. خلينا نختار دوله مثلا مستقره، يعني الاردن مثلا، جوردن دوله مستقره سياسيا الى حد ما. الاردن فيها هي اربع قوانين، هي قانون اللي هو خلينا نحكي امن الدولي هو سياسي، عندك قانون اللي هو محاكم المدنيه ومحاكم الشرعيه، وعندك اللي هو المش او اللي هي القانون العشائري. نعم. المدني مثلا الامن الدولي طبعا بيكون عنده اثباتات قويه جدا انه هو تم اضطهاده من قبل اجهزه الامن الاردنيه. عندك قوانين مثلا اللي هي المحاكم المدنيه، محاكم مدنيه بده يكون له حقوق مدنيه وما قدرش ياخذها بسبب انه هو داخل مثلا بعلاقه او بشراكه مع شخص متنفذ جدا والقانون المدني ما قدر يعطي حقه. عندك مثلا المحاكم الشرعيه، المحاكم الشرعيه اكثر شيء بالذات تنطبق على اللي هو على النساء. تعرف في بلادنا حسب القانون الاسلامي عندك الزواج الاول والثاني والثالث والرابع والمحلل، كل هاي قضايا شوي فيها يعني فيها تعقيد من وجهة نظر اللي هو القانون الكندي. هذا كمان مبدأ. عندك اللي هو قانون العشائر، هو العشائر أو ما يرفضه المجتمع. المجتمع إحنا مجتمعنا معروف، مجتمعنا يعني هو مركب على ديانة معينة وعادات معينة، كل ما يتعرض على هذا الحكي يمكن يقدر يعطي الحماية. ليش؟ لأن الحكومة الأردنية ممكن تحميك مقابل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بس ما بدأ تحميك مقابل قبيلة. نعم. بضل حياتك بخطر. نفس الشيء حتى في مصر بأي دولة عربية، لما الدولة إذا الدولة هي اللي بتحاسبك معناها الدولة هي ما بتعطيك حماية لأن هي حتحاسبك. وإذا كان اللي أنت يعني اللي خايف على حياتك من مجموعة معينة أو من جروب معين، الدولة اللي انت عايش منها ما بتقدر تحميك من هاي المجموعة برضو تعطيك الحماية. يعني دكتور عمر احنا بنحكي كأنه اي دولة حتى لو كان وضعها مستقر وآمن، اذا الفرد بشكل خاص في عنده اضطهاد او عليه اضطهاد، هذا الاضطهاد يسبب له الضرر المادي او المعنوي، فهو ممكن يكون مرشح ان ينال اللجوء في كندا. اكيد. انا من تجربتي يعني انا مثلا في مكتبي النسبه العاليه من اللاجئين هم فلسطينيين بانواعهم، فلسطينيين من سوريا من لبنان من السعوديه حاملين وثائق، وفي فلسطينيين كمان من الضفه مثلا او من غزه يحملوا الهويه الفلسطينيه، في عندي كمان فلسطينيين من الداخل اللي هم يحملوا الجنسيه الاسرائيليه، كمان انا عندي اردنيين يحمل رقم وطني. فكل هذه عبارة عن متغيرات، إذا بيقدر يثبت إحدى العوامل الأربعة أو الخمسة ضمن مبادئ اللجوء أو الفاونديشن تبعت اللجوء بيقدر يأخذ الحماية. تعرف كيف إحنا عندنا اللجوء وعندنا الحماية، كلمتين هم مترابطات اللي هو Convention Refugee and Protection. هم اثنين، أنا لما زبون يكون عندي أو my client أنا بحاول أطلب له اثنين مع بعض، فالجج هو بيختار من الباكيج هذه which one is applied، أي واحد بيقدر يطبق القانون عليه. دائما احنا وي كليم بوث كونفنشن ريفيوجي اند بروتكشن، والجج هو هي سي ويتش وان انه اكثر واحد ممكن يكون القانون ممكن يكون مناسب او منطبق على هذا الكليمنت. بس دكتور يعني لو الدوله اللي جاي منها اللاجئ او طالب اللجوء دولته في اتفاقيات معينه بينها وبين كندا، هل في اتفاقيات معينه تمنع اللجوء ما بين هذه الدول؟ أنا حسب علمي ما في اتفاقيات، بس بدي أقول لك شغلة، مثلا في اتفاقية وما في اتفاقية بتمنع اللجوء، لأنه كندا موقع على اتفاقية مع اليونايتد نيشن بهذا الموضوع. نعم. يعني في اتفاقية أعتقد 1951-1952 Act، فموقع كندا ما بتقدر إنه تديناي someone apply for refugee، لأنه في عندنا بروسس، في قانون اللي بعبي اللجوء بيمشي حسب البروسس. بس ما في اتفاقية بين دولة ودولة إنه يمنع اللجوء. أنا بعرف مثلاً إلي زميل مستشار واحدة تقدمت من إسبانيا،
إسبانيا دولة أوروبية تعتبر. فبيعتمد شو الستوري وشو الكونسبت اللي عليه يعني مبدأ اللجوء. هي اللجوء عبارة كله معظمه هي ستوري وسايكولوجي. أنت عارف كيف يعني أنا في قضايا اللجوء مبدأ إثباتات بس اللي بتحكيه make sense. وأنت عارف number one باللجوء هو credibility المصداقية. صحيح. القصة اللي بدك تحكيها اللي هي. بالضبط. طيب دكتور عمر أنا بدي أسأل سؤال يمكن سألوا ناس كتير. هل تقديم أنواع اللجوء؟ هل أقدم اللجوء من داخل كندا أم من خارج كندا؟ أعتقد هدول أكبر نوعين ممكن نحكي فيهم نفصلهم. صح. لأن في اختلاف كتير. أنا أحيانًا تجيني أسئلة من برا من مثلًا من دول معينة. ناس متواجدين بعدة دول. بقول لي أنا بدي أقدم لجوء. طبعًا اللجوء هو لأما من خارج كندا أو من داخل كندا. إحنا اليوم أعتقد هنحكي أكثر شيء عن اللجوء داخل كندا. نعم اللجوء داخل كندا هو نفس تقريبا نقدر نحكي نفس تحت المظلة أو نفس الأمبريلا زي اللي بيجي كمان من USA لأن USA وكندا هم عبارة عن نيبرز في أوبن بوردر بين بعض رغم أنه في اتفاقيات بين بعض كمان هتحكي لنا عن هذه الاتفاقية لأنه كتير ناس بسألها طبعا أكيد فهلأ اللجوء داخل كندا أنك أنت لازم تظهر على إحدى الحدود الكندية سواء حدود برية أو حدود جوية بتقدم طلب لجوء على الحدود وتدخل في مجال الكوشنير وكذا وتعمل مقابلة بيسموها مقابلة هل أنت مؤهل تقدم لجوء ولا لا طبعا عملية تأهيل اللجوء في أسئلة بيسألها الأوفيسر الإميجريشن على الحدود وبشوف هل أنت مؤهل أو إلك الحق أن أقدم ملفك للقاضي ولا ما أقدم طبعا هذه ممكن نحكي فيها كمان بشوية تفاصيل later اللي هو بيسموها eligibility interview في ناس بيجوا بيكون معهم فيز كندي بيجوا على المطارات في ناس بيكونوا موجودين بيو اس اي بزياره وبيدخلوا الحدود اجين العلاقه بين يو اس اي وكندا تحكمها اتفاقيه معينه يعني في 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 بعض التفاصيل لازم احنا نحكيها لانه في كثير ناس وقعوا بمشكله لانه ما كان يعرف هلا في اتفاقيه بين يو اس اي وكندا بسموها ثيرد بارتي سيف اجريمنت هاي اتفاقيه صار لها ممكن اكثر 15 ييرز تقريبا اتفاقية هذه بتحكي انه اي واحد بده يقدم لجوء لازم يقدم لجوء باول بلد بوصلها يعني بمعنى اخر اذا وصل هو كندا ما بيقدر يحمل حاله يروح على USA ويقدم لجوء لازم يقدم لجوء في الدولة اللي عايش فيها أوكي. اللي وصلنا عفوا نفس الشيء بUSA في اشخاص مثلا بيكونوا موجودين بUSA زيارة فبتلاقي انه بده يقدم لجوء مثلا بكندا ما بيقدر لازم يقدم لجوء بكندا بيو اس اي اولا الا في استثناءات وهون الاستثناءات مهم نحكي فيها الاستثناء هو بين يو اس اي وكندا انه اذا في شخص وصل ليو اس اي وبده يحمل حاله يجي يقدم لجوء لكندا ما بيقدر الا اذا كان ضمن احدى الاستثناءات الاستثناء الاول انه يكون عنده قريب درجه اولى في كندا عايش هذا القريب مهما كان وضعه كان طالب كان مقدم لجوء كان موافق عليه باللجوء كان معه بي ار كان معه جنسي بغض النظر بس يكون وضعه ليجل يعني كلمه ليجل انه الحكومه الكنديه تعرف انه الشخص هذا عايش هون معروف عنده اي دي عنده عنوان عنده تليفون فهذول الاشخاص اذا اجوا على الحدود الامريكيه واثبتوا انه لهم قريب درجه اولى في كندا درجه اولى يعني اخ او اخت اخ او اخت او عم او خال اوكي تمام فهذولا مسموح لهم لكن ابن عام ابن خاله فهذولا يعني هم من خلينا نحكي الاستثناءات الاستثناء الثاني اذا كانوا تحت سن القانوني اذا كانوا تحت 18 الاستثناء الثالث اللي هم اذا اجوا باي اير بالطياره اوكي طبعا هو هي مفهومه ما بقدر يجيب طياره اذا كان معاه فيزا كنديه فهي حلت حالها لحالها تمام فهو إذا أجى بالطيارة وما عندوش قريب درجة أولى بإمكانه يقدم لجوء بالمطار إذا كان جاي from USA to Canada هذه الاستثناء الاستثناء الرابع إذا دخل من معابر غير رسمية أوكي. المعابر غير الرسمية هي المعابر اللي هي مش ليس لدخول المسافرين بين الدولتين معناها مش حدود جنب الحدود بالضبط هي مش حدود رسمية
وهذا دكتور عمرو بيقودنا لموضوع يعني احنا بنلاحظ في كثير قصص على موضوع التسريب اللي هو الناس اللي يتسربوا من بعض المناطق وبعض الحدود. هذه كيف النظر لهم؟ والحقيقة احنا بنسمع انه كندا بتستقبلهم بشكل يعني مرات مريح، مرات نسمع قصص، يعني ايش ملابسات وحقيقة هذا التسرب من خلال هذه الثغرات؟ هلا قبل ما اجاوبك على سؤالك خلينا نحكي للناس اللي بيدخلوا يو اس اي بيكونوا مش عارفين القانون. اعتقد كثير ناس وقعوا في هذا الموضوع. ناس بيكونوا بيعرفوا انه اذا وصل كندا بامكان، اذا وصل يو اس اي بامكانه يعدي لجوء بكندا رايت اوي، بيجي على الحدود لانه بيكونش سائل ولا بيكون عارف ايش اسمه ثيرد بارتي اجريمنت. وانا بعرف كثير حالات هيك. اوكي. فبتلاقي بيحمل حاله بيجي مثلا على نياجرا فولز او على وينزر او اي حدود بين يو اس اي وكندا، الحدود الرسميه. هلا لما يوصل رحبوا فيه واهلا وسهلا وبقدم الطلب، وبقعد 4 ساعات على البوردر هو عبي طلبات، بعمل انترفيو. بنهايه الانترفيو بقول له الاوفيسر بيقرا عليه القانون انه حسب القانون كذا كذا ثيرد بارت اجريمنت انت غير مؤهل انك تقدم لجوء، ارجع على كندا. فبرجعوه وين؟ برجعوه على يو اس اي. بحكوا له انه ممنوع تقدم او توصل كندا الا بعد سنه. بس هي عمليا هي فور ايفر. بدي اقول لك ليش. حسب القانون الكندي ممنوع تعبي لجوء اكثر من مره. اوكي. هتعتبر هاي المره اللي اجى فيها بالغلط هي المره الاولى والاخيره. اوكي. اوكي. وكثير ناس لغايه هلا بيو اس اي موجودين هيك. لغايه هلا موجودين عالقين لانه اجى على الحدود قدم لجوء رجعوه. اوكي. فيستنى. هلا الجواب على سؤالك الحدود غير الرسميه. يعني مثلا نقطه الحدود الموجوده في منطقه مونتريال مثلا على سبيل المثال. مظبوط. وبمانيتوبا اي ثينك صار في حالة. انا بحكي هذا الحكي من اجتهادي الخاص. كندا يو اس اي وقعوا اتفاقيه اعتقد مش متذكر 2004 2005 هيك بهاي الفتره اللي هي ثيرد بارتي سيف اجريمنت. اعتقد هيومن رايت او يونايتد نيشن اعترضوا على هذه الاتفاقيه. فانا اجتهادي الخاص اعتقد يعني هم تاركينها باتفاق الطرفين. لانه هاي النقطة زي ما بسمع من الناس اللي عم بدخلوا انه الكنديين موجودين بس ما فيش امريكا وبدخلهم عادي. كيف؟ هلا كيف بوصلوا كيف بيجوا انا لا علم فيه يعني، بس في النهاية هم بيعرفوا الناس بتدل بعض. وبعاملوهم زي الدخل من كندا، زي الدخل من يو اس اي. نفس الطريقه يعني ما فيش تمييز بين الشخص اللي بيدخل من يو اس اي مباشره او بيدخل عن طريق الحدود غير الرسميه، نفس المعامله. وانا عندي يعني كلاينت فروم بوث سايدز من الطرفين. في شغله تفضل بتميز الناس اللي بيجوا من يو اس اي. هلا افرض واحد لاجئ وصل مطار تورنتو وعبى لجوء، في شخص اجى من يو اس اي وقدم لجوء حتى لو كان عنده قريب درجة أولى، يعني ممكن يدخل عن طريق الحدود الرسمية بسبب قريب درجة أولى، ممكن حدود غير رسمية. نعم. إنه إذا رسب بالقضية الأولى أحيانا معظم الأحيان يحرم الاستئناف. إحنا عندنا البداية المحكمة الأولى، بعدين عندنا استئناف يعني بنفس اللي هو قسم اللجوء، بعدين عندنا اللي هو استئناف المحكمة العليا. اللي بيجوا من يو اس اي غالبا يحرموهم من الاستئناف المباشر اللي هو ضمن محاكم اللجوء. بصير بعض الاستثناءات بالذات للاشخاص اللي عندهم فاميليز، عائلات، اطفال وغيره. فهذه ميزه انه الشخص اللي بوصل كندا مباشر او بوصلها عن طريق اللي هو الامريكا ممكن يحرم من الاستئناف. نعم. طب دكتور هلا أنا سمعت في ناس بدخل كندا وبقعد له شهر شهرين مع الفيزا، ما هو اللي معاه فيزا هذا دخل قعد شهر شهرين بعدين قدم لجوء، هل هذا ممكن؟ في ناس بقعدوا سنة وسنتين. أوكي. بس وين المشكلة؟ أنا دائما بحكي مثل يعني ميك سنس، بحكي الشخص اللي خايف من شيء وبركض وفي وراء عدو، أول مركز أمان أو مركز شرطة اطلب الحمايه. مزبوط. صح. مش بيقعد برا بيستنى. فبقولوا له انت اذا عندك قصه وعندك خوف صار لك سنه بكندا شو عم تعمل؟ بس
في ممكن انا يعني انا عندي نفس الشيء، عندي زباين كلاينتس نفس الشيء صار لهم سنه وسنتين وست شهور، كله بيعتمد كيف قصته. في ناس قصصهم مبنيه مثلا اعطيك مثلا على الدين او السلوك او السلوك الخاص. نعم. يمكن لما اجى على كندا ما كان هو هيك، كان انسان متمسك بدينه متمسك بسلوكه، بس هون الكلتشر اختلفت شوي تغير صح؟ نعم. فهو احداثه صارت داخل كندا وليس خارج كندا. اوكي. هذه ميك سنس. فبيعتمد انت كيف تحكي للجدج، كيف تعطيه جاستيفيكيشن ليش هو ما عباش لجوء قبل هيك. نعم. احيانا الانسان بيعبيش لجوء لانه بيستنى مرته تلحقه، لانه خايف على مرته. فبيعتمد انت كيف بتحضر الكيس قدام الجدج. شو الأسباب تحكيها للجورج حتى يقتنع؟ طيب لأنه في عنصر كتير مهم بالمحاكم بسموه الديلي. الديلي يمكن يكون سلبي وضدك ويمكن يكون معك. يعتمد أنت كيف how you present it. نعم دكتور عمرو، يعني حكينا عن جدج وحكينا عن استئناف وحكينا عن ستوري، بس حابين نربط المراحل هذه كلها مع بعض ونوصلها مع بعض البعض. إيش المرحلة الأولى اللي بتكون للي مهتم باللجوء أو بطلب اللجوء؟ المرحلة الأولى إيش بتكون؟ المرحلة الثانية حتى في الأخير يوصل للمراحل المتقدمة والقبول، كيف بتمر العملية؟ هلا مثلا في ناس فعلا عندهم يعني عندهم قضايا يعني فعلا هم مضطهدين، بيكون مثلا بدول عربية معينة بدون مقطع أسماء. نعم. فبتصل فيه مثلا بقول لي بدي أعمل لجوء، انا بحكي له قانونيا لما بقدر اساعدك الا لما توصل كندا. وفعلا هو لو يحكي معي مكتب هيقول له انا ما بقدر اساعدك الا لما توصل كندا، لانه قانونيا ما بقدر اعطيك اي معلومات ولا شيء الا لما توصل كندا انا بساعدك. هل الشخص دخل عن طريق USA، دخل عن طريق كندا مباشره، اول خطوه لما يوصل فيها اذا كان خارج كندا وصل الحدود البريه من USA بيتم اجراء تقديم القبول اللجوء على الحدود الأمريكية الكندية. وإذا كان داخل كندا هو بيجي على مكتب زي مكتبي، بنقوم بالإجراءات وبنقدمها للهجرة. يعني بمعنى آخر الشخص لما يدخل على الحدود البرية هو أول شيء بصادف اللي هو بسموها CBSC أو شرطة الحدود. شرطة الحدود هي اللي بتعمل معها انترفيو، بيسألوا أسئلة معينة في بسموها اللي هي الجبلتي انترفيو، وبقدم طلبات معينة، بعد 4-5 ساعات على الحدود، وبعدين بيعطوه باكج بيحكوا له انك معك 15 يوم بتروح على محاميك او الشخص اللي بمثلك وتكتب يور ستوري. اذا هو لما يدخل الحدود ما بحكي قصته، هو بحكي مختصر. يعني ممكن القصه، انا دائما بنصح الناس اذا انت دخلت على الحدود احكي قصتك كلها بجمله واحده، جمله مفيده. ليه؟ لانه اي شيء بحكيه للاوفيسر، الاوفيسر مش حيقول له وقف، الأوفيسر بضل يكتب يسمع. بس بالنهاية الأوفيسر everything you said، أي شيء تحكيه حيوصله للجج. يعني أنا مضطهد بسبب كذا، استوب. بالضبط، جملة مفيدة تفي بالغرض. فهو لما يجي لعنا إحنا ندخل بتفاصيل ستوري كاملة، معنا 15 يوم حتى نعمل الطلب ونقدم ستوري. ستوري هي الأساس بكل الطلبات، كل شيء بيعمله على الحدود هي عبارة عن معلومات شخصية، عنوانك، سكنك، شغلك، دراستك، كل هالحكي. لكن نعم. القصة وتفاصيلها هي بعد دخوله 15 يوم الأفرج تقريبا. فإذا في البداية هو تقديم الطلب، بعدين تقديم القصة، بعدين هو بده ينتظر. هلا بعد هيك هو كله بيعتمد على المكتب اللي بمثله، بصير الشغل علينا احنا. بيتم تقديم الأدلة، تقديم، تعرف كيف احنا في عندنا باكج بسموه اللي هو الناشنال ديكومنتري باكج، اللي هو يكون عندنا ارشيف او كونتري كونديشن عن كل دوله شو الاضطهاد فيها، سواء كان بالجندر، سواء كان بالديسكريمينيشن، سواء كان يعني كل حاله بحالتها بكون احنا عندنا ارشيف اب تو ديت، وي ابديتد افري 3 مانث. تمام. كمان نفس الشيء المحاكم عندهم دي هاف ذير اون كمان الارشيف تبعهم، وهم بنفس الطريقه، وهم بيقدموا شو اخر معلومات عن هاي البلد. مثلا على سبيل المثال خلينا نحكي عن المملكة العربية السعودية، مثلا شو وضع الفلسطيني اللي معاه وثيقة بالسعودية؟ تطلع نشرات من كتير NGOs every three months.
منهم على مستوى مثلا مثلا وزارة الخارجية الأمريكية أو هيومن رايت أو أي شيء، تطلع تقارير every 3 months، فكلها تكون updated، سواء كان اضطهاد، سواء كان في تسهيلات، أي شيء معين. فهذه كل احنا الباكج بنقدمها للمحكمة. معلش دكتور عمر، أنا يعني في شيء استوقفني، اسمح لي إني أسأله. يا تفضل. بدي أقاطعك، يعني هذا الكلام أنتم بتعملوه، هذا مركز أبحاث؟ نعم. لا احنا ما بنعمله، احنا بندور عليه ماشي، يعني حتى لو انتم بتدوروا عليه، يعني هذا بده مكتب ابحاث، يعني هل انتم عندكم طاقم بيبحث وبياخذ المعلومه، وطاقم بيحللها، وطاقم بيفلترها، وطاقم انا يعني مثلا على اللجوء، انا باللجوء انا عندي شخص هو ماسك ستوري من الشخص، بفهم منه شو كل شيء موجود، بنحاول نركب ستوري بكلماته بافكاره، احنا ما بنقول شيء، بس احنا نحطها بصيغه او اديتنج بطريقه قانونيه. نعم. عندي قسم الارشيف اللي هو الان دي بي، هو اللي بيبحث وبيشوف شو الابديت. اوكي. يعني مثلا الشخص اذا مثلا بالاردن قصته مبنيه على مثلا على السلوك الجنسي مثلا. نعم. بكون توجهنا في البحث بهذا الاتجاه. نعم. لانه المحكمه زي ما انا بعمل، المحكمه كمان بتعمل، عندهم they have their own sources، واحيانا حنلتقي بين اثنين، يعني احيانا ممكن بعض الدوكيمنت بتكون عندهم. بس المحكمة هي بترجع ل اللي هو ل most credible sources. احنا بنلجأ كمان بالإضافة اللي بتعمله المحكمة، بنلجأ كمان other sources، ممكن تكون أحيانا publication the newspaper مثلا، ممكن تكون بالعربي أو بالإنجليزي، بترجمها أنا هون وبحطها أنا كلها أدب. يعني احنا بنتكلم عن عمل جماعي، عمل تيم وورك كامل، مش بنتكلم عن فهلوي واحد بيجي بيسأل واحد وبياخده وبيعبي له الستوري وبيحكي له تفضل روح قدمها للجهات الرسمية. لهذا السبب احكي لك، انا قسم اللجوء عندي اكبر قسم وعندي موظفين، ممكن الدكتور جمال بيعرف، عندي يعني عندي كادر كامل. انا احيانا بستغرب انه كيف شخص واحد ممكن يقوم باللجوء، لانه عباره عن جهد كبير. فزي ما قلت لك في اشياء يعني الكلاينت ما بيعرفها. الكلاينت بفكر انه قدم ستوري وخلص، بنروح على المحكمه كل شيء جاهز، بس هو بشوف ملفه انه ممكن يكون حوالي 2000 صفحه هناك موجود بالمحكمه. اوكي. طبعا وبعدين الموجود بالارتكل، احنا مش من ادب، وي هاف تو ريد ذس ارتكل، نشوف هل هي تصب بالمجال اللي احنا بنيه ولا لا. يعني انا مثلا بعطيك مجال عن قصه صارت معي قبل حوالي تقريبا سنتين. عندي شخص من احدى الدول، دول يعني دول عربية، بس يعني they are civilized، عندهم human right إلى حد ما، ومستقر سياسيا جدا. الشخص هذا لما أجا عندي في البداية قلت له نسبة نجاح حوالي 30%، يعني أنا I don't see any factor ممكن أقدر نجح فيها. قال لي أنا في كندا موجود بدي أقدم لجوء وقصتي، قلت له تبعطيني معلوماتك الشخصية. فبلش يحكي، هو عم بحكي بقصصه، فعلا هو عنده قصة، لانه احدى ابنائه هو مصاب بمرض التوحد. تمام. هلا الجمعيات اللي تيك كير اوف اللي هم بيبل وذ ديسابيليتي او الاعاقه بالدول العربيه، الاغلبيه هي مسمى حلو، بس الاكتوال او كذا هم يعني ما بيساعدوا كثير، هم بس بصراحه بحطوا المريض بعيد عن المجتمع. لكن لا في enough education ولا في enough treatment ولا في شيء، هي عبارة عن يعني ما آخر كأنه بريحوا أهله منه للأسف. فهذه أنا مثلا قدرت أثبتها قدام القاضي وأخذت عليها موافقة وأخذت عليها approval، بناء أنه هذا الشخص هو مضطهد في بلده وأهله مضطهدين من المجتمع بسبب ابنهم. نعم. فنسبة النجاح بلشت 30%، وصلت بعدين ل 100%. اللي بحكي فيه in the course of action في أشياء بتصير، أشياء كثيرة. أنا مثلا بشتغل بشوي باستراتيجية مختلفة شوي، في بعض الكلاينت بقول لي لا أنا مثلا رحت عند محامي مثلا كندي أو كذا، عمل يعني ساعدني بستوري وخلص صفحتين ثلاثة. أنا بشتغل مثلا بقول له في البداية يعني ستوري تبعتك خليها كثير اكزيكتيف سمري. الإنسان هو وماشي بحياته ممكن يتذكر أشياء زيادة، يتذكر افعال وكذا صارت بحياته. احنا بنذكر الجميع انه راح نجاوب على جميع الاسئله، شايف في اسئله كثير يمكن تاخذ منا وقت، لكن حنعطيها اخر 10 دقائق، لسه في معنا 10
لقائك مع الدكتور عمر حنسأله شوية أسئلة عشان نستفيد مور. دكتور عمر أنت حكيت عن موضوع الـ first meeting هاي مع الأوفيسرز، إلها شوية أسئلة خاصة أو إلها طقوس خاصة إلها طريقة خاصة، تحب تحكي عنها هلأ ولا؟ أكيد أكيد. هي الانترفيو صراحة كثير بسيطة جدا، بس الشخص لأنه أول مرة بيكون بينه وبين الأوفيسر انتراكشن فبيكون يشعر مثلا بنوع معين من الخوف. هو عبارة عن 4-5 أسئلة في الجارة. الأسئلة هم سؤالين كثير مهمين، هم بيحدد الأوفيسر أنه إلك الحق أن أقدم طلبك للجوء ولا ما إلك الحق. إذا الشخص عنده كان criminal background أو عنده أحكام في بلد أو في مكان يمكن يرفضوه، والشخص إذا هذا معبي للجوء بكندا قبل هيك برضو برفضوه. هذول أهم نقطتين، البقية هي عبارة عن روتين يس ولا نو بأمور بسيطة جدا. السؤال اللي بيسألوا إياه، خلينا نحكي سؤال إنشائي، أوكي إحنا سمعنا منك، ليش أنت خايف مثلا ترجع على بلد؟ وهي اللي حكيتها قبل شوي، احكي جملة واحدة مفيدة. أوكي. هذه هي الجملة، هي كلها عبارة عن 10 دقائق 15 minutes. طيب الدكتور عمر أنا بدي أسأل سؤال الآن. الهجرة إلى كندا الحكومة في لها فيز، هل في هناك فيز لموضوع اللجوء؟ هل بدفعوا اللاجئ شيء غير المكتب والأمور هاي؟ أكيد هذه مقابل تعبكم، مقابل جهدكم، مقابل الترجمة، هذا شيء ثاني، بس هل الحكومة لها فيز؟ للي مقدمين طلب لجوء ما في أي government fees أبدا، ابتداء من اليوم الأول لغاية ما خلص محكمته. هي التكلفة بيكون رسوم المكتب زائد إذا في عنده أوراق بدها ترجمة، غير هيك ما بدفع. هلا لما يتم الموافقة عليه باللجوء ببلش يقوم بمعاملات عليها رسوم، حتى الرسوم الثانية المعاملات مثلا هو نجح، لما ينجح له الحق يقدم الإقامة الدائمة البي آر. Yeah. الشخص العادي بيدفع $550 زائد 490، لكن اللجوء بيقدم بس بيدفع 550. فهي لسه جزء من الإعفاءات. طيب دكتور احنا الان حكينا عن المراحل، وصلنا الى الستوري وقدمتم الستوري، والنقطه المهمه في الستوري انه الشخص قد يكون غير قادر على تسليط الضوء على نقاط المحكمه تاخذ فيها وهو لا يدري انه المحكمه تاخذ فيها، وانتم تعلموا انه المحكمه تاخذ بهذه النقاط فيعني توضحوها بشكل افضل من الطريقه اللي هو ممكن يوضحها، فهون بتكون الستوري. حين أقول لك شغلي، أنا مش هون يعني مش ما عم بحاول إن أعمل بروموشن لحالي، بس هي حقيقة مثل بدي كمان. أنا نسبة نجاح عندي في مكتبي ممكن تتجاوز 90%، مش لأنه هون تعرف كندا هي عبارة عن شغل ما فيه واسطات ما فيه كذا، تشتغل صح تحصل صح. بس أنا لاحظته إنه أغلبية الحالات، هلا إيش المعنى الفلسطيني اللي جاي من نفس المكان بنجح عندي بفشل عند غيره أو العكس، هي شغلة واحدة. القصة لما تروح على المحكمة القاضي ما بقول لك والله يلا أعطيني قصتك، أنت مش حافظها. القصة عبارة عن أحداث. القصة شو هي؟ عبارة عن مكان وتاريخ وحدث، مزبوط؟ طيب. طيب. والجج لما يجي على المحكمة بيكون عامل لك استراتيجية كيف وقعك، بيكون عامل لك استراتيجية كيف بيسألك من وين تبلش. أنت بتكون مقدم كتير فورمات للأوفيسر، مزبوط؟ سواء الحدود معلومات شخصية، فالجج بيحاول يسألك من قصتك ويسألك من المعلومات الموجودة بالفورمات، بيشوف هل في تناقض ولا كلامك بتغير. لذلك أنا دائما قبل المحكمة كثير بعمل عملية تريننج، أنا بحطهم في مجال بسموه موك هيرينج، يعني معنى آخر أنا بحطه في جو كأنه هو في المحكمة، بسأله أسئلة بحيث لما يروح على المحكمة بيكون عنده 99% من الأسئلة جاهز. في شخص أنا بدرب مرة ومرتين وثلاثة، بدربه قبلها بشهر، بدربه قبلها بأسبوع، بدربه قبلها بيوم. لكن في الأشخاص اللي بيكون يعني ما شاء الله عنه بيكون عنده إدراك قوي جدا وبيهتم أو كير وبيعرف وبتعلم. في الأشخاص اللي لما يوصل المحكمة مو في النهاية، أنا يعني ما بلوم حد، لأنه يعني لما وجوده قدام المحكمة بشوف هذا الشخص هو المسؤول، هو اللي حيقرر في حياته ومستقبله، فبتلاقيه صاب نوع من الارتباك. القاضي ما بحاسبك على ارتباكك لأنه بيعرف إنه أنت غير ملام،
بس بحاسبك لما يبلش في تناقض او في كذب الموضوع. زي ما قلت لك انا بدرب كويس، بحاول ارسم استراتيجيه للابليكانت قبل ما يروح هناك كيف ممكن ينسال الاسئله، ما بتكون هي مرتبه ABC، ممكن يسالك different way. طيب دكتور، من كلامك هذا انت عندك تحليل للملف من بدايته، وممكن طبعاً من بدايته تعطي نسبه نجاح لهذا الملف. طبعاً. متى بتحكي لصاحب هذا الملف سوري احنا مش ممكن ناخذ الملف تبعك؟ انا بحكي له هذه من البدايه، لانه بالبدايه لما بناء على ايش؟ بناء على ايش بتحكي له انه مش ممكن ناخذ ملفك؟ لانه ما بيكون عنده قصه، فيش عنده شيء. يعني مثلا لما يقول لي الشخص انا هون قاعد ما فيش عندي شيء، انا كنت بالاردن قبل اسبوع، او كنت بالسعوديه قبل اسبوع، او كنت بمصر قبل اسبوع وجيت هون. او مثلا انا بالسعوديه مصري، انا بالسعوديه مثلا وبدي اقدم لجوء، وانا كل شهرين ثلاثه او شو بروح على مصر، شو ستوري عندك؟ فيش قصه. واضح. انت خايف من مكان تتردد عليه باستمرار. اوكي. يعني. طيب. في البدايه بحاول انا اكون، لهذا السبب احنا كثير بنلعب دور، يعني انا بالذات باللجوء بعطي فري كونسلتيشن دائما. اوكي. لانه انا بالذات اللجوء، تعرف اللجوء هو عباره يعني له دور كبير في اشهار مكتب او عدم اشهاره. لانه عباره عن قضيه حساسه وبرنامج طويل شوي، يعني بعد حوالي سنه. تكون العلاقة بين الزبون وبين المكتب أكثر من سنة. لأما العلاقة هذه بتستمر أو ممكن بأي طريقة يصيرها لأسباب. بس هي أكثر شيء اللي بيصير مع الأبليكانت، إنه بيدخل على بلد بصير يسمع. بسمع من هذا، وكل واحد بيحكي his own story. والمشكلة اللي بصير إحنا في مجتمع، أنا مجرب، اللي بينجح مش هيحكي لصاحبه كيف نجح أو شو قصته. بسكت على نجاحه وبروح، صح؟ واللي بيفشل بيحاول يحكي خبرته للكل، فالشخص الثاني بخاف، صح؟ فاللجوء ما في شيء اسمه دوبليكيت، كل واحد بيختلف عن الثاني، كل واحد مختلف تماما. طب دكتور، الان دخل الشخص هذا، قدم لجوء على الحدود، تواصل خلال 15 يوم وعطى قصته عن طريق المكتب أو عن طريقه هو إذا بده، الآن بروح وضعه للقاضي والقاضي بحكم في وضعه، صحيح؟ يا القاضي طبعاً المحاكم تقريباً، يا أنت حكيت في البداية اللجوء هو عبارة عن سبجكت طويل، يعني بدنا كمان ساعة حتى تخلص، يعني في تفاصيل كثيرة، يعني إلها علاقة مثلا المحكمة، في من 6 شهور، في من سنة، في من سنتين، في ناس بعد 4 سنين فيش محكمة، هاي كلها إلها فاكتور، إلها أسباب، ممكن تكون أسباب خاصة بالشخص، ممكن تكون أسباب خاصة بالمكتب، يعني في فاكتور متعددة. نعم. لكن لما يروح على المحكمة، المحكمة بروح عليها تكون محكمة مدة تقريبا بحدود 4 ساعات، أنا بحكي ستاندرد. أوكي. في محاكم تكون بيجينا خبر قبلها بوقت إنه هاي حتكون إكسبيدايت، يعني محكمة سريعة، ساعة ونص ساعتين. هذا السريع. سريع، ساعة ونص ساعتين، لأنه بالوقت اللي بيسألوا أسئلة وكل شغلات زي هيك، مش قصدي، بس المحاكم السريعة بيكون المحكمة دارسة ملفه وعندها enough evidence إنه يقدر يعطوه قرار سريع. أوكي. فبتكون هي شغلة، يعني مجرد هي عبارة عن إثبات ID وشوي من الكريديبيليتي. أوكي. المحاكم الأغلبية العظمى هي regular. 4 ساعات تقريبا، هي لاما from 8:30 ل 12:30 او من الساعه 1 الى 5. اوكي. خلال هذه هي بتتم كل الاسئله، بس بتتم اسئله من الجج، بتتم اسئله مني، اذا انا احيانا ما بساله اسئله الا اذا كنت مضطر اساله، لان انا ما بدي اساله سؤال اوقعه. انا حسب السيناريو ممكن يصير المحكمه ولا ما اسال سؤال، ليش؟ الجج لاما مقتنع قناعه كامله وما بده أي أسئلة تانية، ما بده إفيدنس ولا بده مرافعة. جميل. وأحيانا ممكن أسأل أسئلة لأنه في سؤال ما سأله فيها وأنا متعمد أنه أنا أعمل هايلايت لهذا الموضوع، أو ممكن سأل سؤال العميل ما جاوب عليه كفاية فبطلب منه، بقول له الجرج سألك سؤال اشرح لي أكثر. أوكي. وإذا سأل سؤال وجاوبه غلط وأنا مشكلة، يعني إذا بعيد نفس السؤال الجرج بيزعل إن أنت كأنك أنت بتحكي له شو يحكي. فهون بده يكون جهد علينا انه تحاول تو ريفريز ذا كويشن، يعني تماما بتلعب دور المحامي عن الممثل اللي امامك.
يا خليني احكي لك شغله، انا مستشار اوكي. نعم. في كثير ناس بيحكوا لي بس أنا يا عمي انت مش محامي. انا بقول لهم بقول لهم بالمحاكم، هلا احنا بنحكي هاي بابليك يعني الناس سامعينها كلهم. داخل المحكمه زي المحامي، نفس الدور ونفس الطريقه، ما فيش فرق ابدا ابدا، اللي نفس الحقوق ونفس الدفاع ونفس الشيء. لهذا السبب اللي بيدخل يدافع عن الشخص لا اما بكون اشي سي ار سي ممبر او بكون لوير. اسمح لي طيب دكتور عمرو، يعني انا بدي اسمح لنفسي اسال هذا السؤال. اليوم انت بتحكي لنا عن تفاصيل 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 التفاصيل. نعم. بتحكي لنا عن تفاصيل، انت بتروح مع الـ تعتبره موكل لك. نعم. بتروح معه وتترافع، بتكلم هو والقاضي بيستجوبه، وانت تحاول انك تسلط الضوء على بعض دقائق الامور في ملفه. فبتكون انت مش بس حافظ الستوري تبعه، انت حافظ وين نقاط الضعف والقوه فيها. طبعا. طيب ليش بنسمع عن ملفات ضاعت، عن ملفات مكاتب ما عرفتش عنها، عن عائلات مستقبلها تدمر لسنتين وهي بتلاحق في موضوع، وبالاخير يكون الجواب لهم احنا الملف ضاع او الملف ما وصلناش او وصلنا ايميل من المحكمه بس احنا ما تابعناش. يعني اللي بتحكيه، اللي حضرتك بتحكيه يعني مختلف في الزاويه الاخرى تماما عن قصص شفناها، وفي وراها ويلات، يعني في وراها عائلات تدمرت، في وراها بكاء، وفي وراها مآسي، في وراها قصص حقيقه مؤلمه جدا جدا جدا. عشان ايش؟ عشان والله الملف ما وصلنيش الايميل، او وصلني الايميل وانا ما تابعتش، او ما كانش الايميل بالشكل اللي انتم بتتوقعوه، او المحكمه بتحكي كلام احنا مش هذا اللي فهمناه. بينما حضرتك بتحكي لي عن اشياء انت بتكون متابعها قبل ما يعني قبل ما اصلا المحكمه تعملها، قبل ما المحكمه تطلبها، قبل ما المحكمه تبعث لك شيء فيها. Yeah. هو اقول لك شغله استاذ محمد، انا لغايه هلا انا اني اشتغل لجوء لحالي بدون مساعدين لا يمكن اقدر، صعب، لانه عباره عن جهد كبير وملف كبير وبده جهد. اوكي. انا احيانا بستغرب يعني الي زملاء بدون احفاء اسماء بيشتغلوا لحالهم، صح؟ جهد كبير يعني. يمكن الدكتور جمال بيعرف تفاصيل اكثر عن مكتبي واحتك فينا اكثر. انا عندي كادر كبير بالذات باللجوء، ايش متخصص بستوري، ايش متخصص بارشيف، ايش متخصص بالفورمات، وما هذا جهد كبير. المحاكم ما بتواصلوا بالايميلات، هلا ممكن بلشوا من جديد ايميلات بسبب انه في كوفيد 19. المحاكم غالبا بتواصل لا اما بالفاكس او بالتليفون. بالمحاكم انا بحكي لك اياه، لما المكتب يكون عليه ضغط او يكون ون مان شو ممكن يكون شوي يعني عدم التركيز، بس ما اظنش انه لغايه هلا سمعت انا عن مستشار انه والله نسي موعد المحكمه، او مستشار مثلا ضيع ملف. لانه لو ضاع الملف في نسخه عنه بالمحكمه. اعتقد هي مشاكل لجوء مختلفه شوي تماما عن برامج ثانيه. يعني مشاكل لجوء هي انه الشخص لأما لا يدرب كويس، لأما هو بيكون ماخد أو عنده تقييم، هو المشكلة اللاجئ أول شهر شهرين بيكون هو ماشي زي ما بدك، بس لو قدام شوي بصير يسمع من فلان وفلان وفلان، فبصير بده يحط his own view، وبصير كل أسبوعين شهرين ثلاثة بيقول لك عدل لي القصة، لك يا عم القصة ما بتعدل أكثر مرة. الجاج لما يشوفك بتعدل كثير الجاج بشك فيك. طبعاً. مسموح لك تعدل مرة واحدة كفاينل، ليش؟ بس حتى لما تعدل الإنسان ممكن يضيف، بس ما يضيف أحداث رئيسية. يعني الإنسان مستحيل ينسى والله إنه مثلا انسجن، هاي بقدرش تحكيها نسيتها، ممكن تفاصيل بسيطة نسيتها الجاج بقبلها. أكيد. فالمشكلة اللي عم بتصير إنه بين المكاتب هو إنه الزبون بصير يسمع لآراء مختلفة وبصير يتصرف حسب ما عم بسمع. انا بتجيني ملفات كثير من زملاء ثانيين ومحامين كبار انا اخذت قضاياهم، يعني سواء بلندن او حتى هون، بس كلها بتلاقي الاسباب هي كده اقول لك، يا هي وجهة نظر او الاندرستاندينج للشخص. انا عندي ناس مثلا بقول له لازم تكون عندي بكره، بدي دليل 1 2 3 4، بقول لك انا بشتغل، لك يا عمي انت جاي على كندا مشان قصتك ولا مشان تشتغل؟ موضوعك اهم.
انت لو حتى تشتغل وبنهاية السنة رصبت هتروح. فاللي هو انا بالعائلات ما لاحظت ما في مشاكل صراحة، اللي بيكون عنده عائلة واولاده ومتزوج اعتقد بيكون هو همه وقضيته اهم شيء. لكن المشكلة مع الشباب الصغار، شباب بيدخلوا هون لجوء في البداية بيكون متحمس بده ورك بيرميت، لانه اللي بقدم لجوء باخذ ورك بيرميت، بعدين بنغمس بالشغل وبعيش عالم مختلف تماما. نعم. لأما بنساك إنه في قضية كيف؟ فبصير عدم الالتزام من كل النواحي. وإحنا هون واقفين على القضية بنقول له تعال، بقول لك مش فاضي بتشتغل. طب إحنا شكلنا دكتور لازم نعمل حلقات ثانية. أكيد حلقات. أكيد. إحنا ما بعد اللجوء والاستئناف حنكمل الأسبوع القادم، نوعدكم الأسبوع القادم يكون معنا حلقة، الدكتور إن شاء الله يكون موجود وأفيلابل، نعمل حلقة نكمل فيها موضوع اللجوء من داخل كندا، شو بيصير إذا نجح الملف وإذا لا سمح الله رفضت المحكمة، وبنكمل برضو في موضوع اللجوء من خارج كندا، وبكي تقريبا يعني خلصنا اللجوء. أنا بدي أغلبكم الآن نشوف الأسئلة، لأنه أكيد في أسئلة كتير وحتأخذ وقت. الأسئلة اللي جاوبناها دكتور ممكن تحكي إنه جاوبناها عشان يرجعوا إلها في الحلقة، بقدروا يتابعوا الحلقة مرة تانية. سؤال من طارق، ممكن معرفة شروط الهجرة أو اللجوء؟ حاصل على بكالوريوس اقتصاد قسم أعمال، هذا أعتقد جوابنا صحيح؟ نعم صح. الهجرة في مواضيع كتير حنحكي فيها واحد واحد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، يسعد مساكم يا أحلى شباب، والله أنت مثنى حبيبنا مثنى. طبعا في منشنز، اوكي، في الاخ ناصر بيسال السؤال، اعتقد انا من العراق وعندي فيزا لامريكا وحابب ادخل لكندا من الحدود، حكينا كل التفاصيل هاي، بعرفش اذا في عندك اضافات دكتور. هو الاضافه الوحيده انه بسبب اللي عم بصير هلا بكوفيد طبعا كل شيء مغلق، اوكي، فبده الان الوضع اصلا اعتقد ما في طيران الان حتى نعم. أنا حصلت على الجي نمبر، قديش بدي وقت يحكوا معاي أسافر أنا في الأردن؟ أوكي، الجي نمبر هو بتحكي عن اللجوء من خارج كندا، وأعتقد هذا ممكن نحكي فيه الأسبوع الجاي. نعم. إبراهيم، قبل الأسبوع الجاي إن شاء الله يكون بنفس الوقت ونفس التوقيت دكتور عمر حيكون معنا. ممكن هذا نفس السؤال من ناصر، كيف تروح برنامج أريما؟ هل هو متوقف الآن علي الأريما؟ أنا برنامج أريما بصراحة ما عندي أكسس عليه ولا عندي إنفورميشن عنه. هو لكيبيك صح؟ أريما لكيبيك دكتور؟ نعم أنا بس بشتغلش فيه. أوكي، فالمشكلة في كندا في كيبيك لها قوانين خاصة، فأعتقد هون الـ 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 القصة يعني اللي بتصير. طيب، في إحسان بتحكي تحية طيبة لكم، بالنسبة للقادم بفيزا دراسية والغرض من الفيزا الوصول وليس الدراسة، هل يحق لي تقديم لجوء والعمل بعد وصولي مباشرة؟ وأيضا هل يحق لي التقديم للجوء على مقاطعة أخرى غير اللي وصلت فيها من أجل الدراسة؟ على سبيل المثال وصلت تورونتو للدراسة وبدي أنتقل إلى مقاطعة أخرى للتقديم على اللجوء. أوكي، هلا طبعا إله الحق إنه يقدم اللجوء مجرد وصوله، بغض النظر شو الطريقة، وصل كطالب كزيارة إله الحق يقدم اللجوء. تقديم اللجوء هو عبارة عن فيدرال، بإمكانه يقدم بأي مقاطعة هو عاوزها. طيب. في بقية للسؤال ولا هو ذات السؤال؟ لا هو هذا. هو ممكن ينتقل. طيب. يا ممكن ينتقل. شيماء أهلا وسهلا فيك، بتقول لك تفاصيل هجرة الاستثمار وإيه الأوراق المطلوبة. أعتقد شيماء تواصلت معك دكتور اليوم. يا مدام شيماء، إحنا موعدنا أنا وياك نحكي بكرة الساعة 9:30 صباحا أو 10:30 مش متذكر حسب ما اتفقنا، حتى أحكي لك التفاصيل. خلص. جيد. معناها مثنى بقول لك دكتور تحية طيبة، أحتاج استشارة خاصة منك على حسابك الخاص لو سمحت، يعني عن طريق هذا. دكتور احنا بدنا اياك تتوصل مثنى اذا سوبر فان لكنار تي في، ف يعني من الناس اللي فعلا لازم
تكرم عينك. تسلم. لأنه أنا من الناس اللي دائماً بتابعونا في كل حلقاتنا. جمال بيحكي أنا فلسطيني وحابب أقدم لجوء، لكن مشكلتنا بالآيلتس، شو الطريقة الأبشر؟ طيب هو سؤالك شوي يعني كونفيوز. الآيلتس أنت بدك إياه، أنا يعني ممكن فهمت من سؤالك إن بدك الآيلتس ممكن مشان تعبي دراسي، لأنه اللجوء ما بده آيلتس، ما له علاقة، أنت بدك فيزا. أوكي. بدك توصل لكندا بأي طريقة، وصلت كطالب كزيارة كدراسة، الآيلتس يعني مش موضوعنا هون. أوكي. طيب في يسرى بتسأل كيف أقدر أوصل لكندا، الفيزا صعبة. هو سؤال عام هذا. هل بتساعده في الفيز، تقديم للفيز دكتور؟ احنا بنقدم فيز زيارة، فيز سياحية. طبعا الفيزا تعرف كيف، الفيزا هي ما عليه يعني ما فيش عليه ضمان، بالذات الفيزا يعني لكندا يعني مو سهله، يعني إلها متطلبات خاصه معينه وبتختلف من شخص لشخص. لكن الانسان ممكن يجي كطالب دراسي، ممكن يجي كسياحه، ممكن يجي كزياره. اذا كان كزياره بده يكون إلها هون صديق قريب كذا، يعملنا دعوه كذا واجراءات عاديه. نعم. طيب أبو فهد يقول أنا يمني الجنسية والنعم فيك، أهلا وسهلا، وأريد أقدم لجوء، ما هي الإجراءات وهل بالإمكان مساعدتنا للحصول على لجوء؟ هذا حنتكلم عليه من اللي من خارج كندا. تمام. هذا أبو فهد تابعنا الأسبوع القادم بنفس التوقيت، لأن الموضوع طويل جدا، ففصلنا الموضوع إلى قسمين، وإن شاء الله نقدر نجاوب كل هاي الأسئلة الأسبوع القادم، وإن شاء الله ربنا عيد اليمن سالم وغانم. المثنى انت خلاص حكينا بموضوعك ان شاء الله، بتحكي مع الدكتور وان شاء الله بهتم فيك. الزهرة بتحكي هل ما زالت الحدود البرية بين كندا وامريكا مفتوحة وممكن طلب اللجوء من خلالها؟ لغاية هلا اعتقد الحدود مسكرة لغاية جولاي 18. تعرف بيجتمعوا every month، بس هم هلا they renew it until July 18 أعتقد أستاذ محمد، ما بعرف. نعم. لغاية July 18 مسكر. نعم. جمال بسأل طريقة اللجوء للفلسطينيين اللي بالضفة، I think مش بالصف، بالضفة يس. نعم. هذا أيضا من القضايا اللي لها علاقة باللجوء من الخارج. يس. نعم. طيب مصطفى اللامي بيحكي دكتور عمر لدي خالتي في كندا ولديها جنسية كندية، تقدر تسحب أمي وتأخذ إقامة وتسمي لم شمل لبناتها اللي بالعراق هي وعائلتها؟ ألا الأخت ما بتقدر تعمل سبونسر للأخت. أوكي. فالأخت والأخت ما لهم هذا، بس ممكن الأخت تجي زيارة عند أختها. أوكي. وإذا إجت زيارة ممكن من المطار لما بتدخل ممكن يكون في موضوع إجراءات. طبعاً سؤال سريع من مثنى بقول لك طول الإجراءات، هل يحق للمحامي أو المستشارين تقديم النصح للحكومة لتعديل القوانين؟ أقصد للنقابة عشان الوقت. والله تعديل القوانين هون احنا عندنا سيستم معقد لازم. ابراهيم هذا نفس السؤال، وابراهيم حاصل على الجي نمبر، حنحكي عن هذا الموضوع الاسبوع القادم يا ابراهيم. مصطفى جاوبنا نفس السؤال، بعد الحصول على الجي نمبر هل يستطيع المكتب في كندا توقف المعامل بعد الحصول على جي نمبر هل يستطيع المكتب اللي في كندا يمكن يكمل توقيف المعاملة؟ كيف توقيفها؟ الغاء يعني؟ الغاء المعاملة، اتوقع قصده الغاء المعاملة. الغاء المعاملة ما يروحش الانترفيو خلص. اوكي. طيب في سؤال من اكرام بقول لك هناك شخص حضر الى كندا وقدم لجوء قبل سنتين، بعد سنة جاء أخوه قدم لجوء، الأخ الأول لا زالت قضيته بالمحكمة اللي هو له سنتين، والأخ الثاني بعد سنة صار عنده طارئ ويجب أن يعود لبلده. أخبروه أنه عليه أن يسحب طلب اللجوء وأنه سيخسر القضية ولن يسمح له التقديم مرة أخرى، وقد لا يحصل على فيزا ليدخل كندا.
الأخ الثاني أصر أعتقد للعودة. طيب أنا السؤال أعتقد هو بتحكي عن الأخ الثاني هي. أيه يس، هل سيؤثر الأخ؟ لا لا ما بأسأل الأخ، بس إذا رجع إلى إذا سحب اللجوء ما بيقدر يقدم مرة ثانية خلاص. أوكي. أوكي. أنا بنتي فلسطينية من لبنان، وثيقة رفضوا مرتين تيجي عندي. شقلة ليلى في كندا وبنتها في لبنان معها وثيقة، رفضوها مرتين تيجي عندها لأنه قالوا ما عندها فيزا على أي بلد تانية وخايفين تيجي وتبقى رغم قدمت كل شيء بدهم إياه. طبعا هو خلينا نحكي ترافل هيستوري، او تكون الشخص مسافر لعدد دول اوروبا، بالذات ترافل هيستوري لدول اوروبيه، ما يقول لي ماليزيا او السعوديه او هون وهون. انسان اذا كان مسافر على دول اوروبيه ورجع على بلده بيعطي مصداقيه، لكن لما يكون في ترافل هيستوري بدها تثبت للفيزا اوفيسر انه في سبب قوي انه حيرجعها على البلد، مثلا عندها اولاد صغار، اطفال بدهم عنايه منها، عندها املاك، يعني في اسباب ثانيه ممكن غير ترافل هيستوري ممكن تقدر هي تقنع الاوفيسر فيها. نعم اوكي. في ناس بطلبوا الارقام تبعت مكتب الدكتور عمر، مكتب دكتور عمر هاي الارقام موجوده، هاي عنوانه في ميسيساغا، في رقمين، الرقم الاول رقم المكتب اتصالات والرقم الثاني الواتساب والايميل والفيسبوك وهذا حط لكم اياهم برضه في الكومنت عشان تقدروا تعملوا لهم كوبي بيست وتستفيدوا منهم اذا احتجتوا لاي شيء. ممكن تتركونا رقم الدكتور، ياس رقم الدكتور على الشاشة إن شاء الله تستفيدوا منه. طيب، معظم مقدمي اللجوء يقوموا بتعيين محامي لمساعدتهم بالقضية، وطبعا نظرا لظروف مادية مغطى أو معطى للمراكز الخاصة كمركز عمرو للهجرة ليجل ايدز، هل مكتب عمرو عنده ليجل ايدز بيقدر يسوي شغلة ليجل ايدز؟ احنا ما عندنا ليجال ايد وما بناخذ ليجال ايد، بس انا بدي احكي نصيحه بشكل عام انه لما يكون ليجال ايد انفولف انا بحكي اللي مضطر لا حول ولا، لكن اذا انت عندك قدره ماديه لا انصحك انك تمشي على ليجال ايد. اوكي. لعدة اسباب. يعني عصام بسأل كيف يكون نسبة الحاصلين على شهادة مساعد ممرض أن يعمل في كندا؟ يعني عصام هذا أعتقد لازم تواصل مع الدكتور لأنه هذا شيء خارج عن اللجوء. بشكل عام التمريض مطلوب لكن لازم يكون عندك كواليفيكيشن كاملة. شو شروط؟ تفضل دكتور جمال. فيه بس موضوع ممكن أحكي عنه دقيقة، أنا ما ذكرته أو يعني ما انتبهنا. في كتير ناس عايشين بيو اس اي وقدموا اللجوء قبل هيك، لا اما بيستنوا في المحكمه بكندا بيو اس اي او ارتفضوا. نعم. قبل سنه كان مسموح لهم يجوا يقدموا لجوء هون، اذا ارتفض يقدم هون، وكثير من عندي منهم اخذوا لجوء هون. في ناس تلك اللجوء هون واجى على كندا يقدم لجوء وكمان اخذ اللجوء. هذا اصبح غير ممكن انيمور. اي واحد مقدم لجوء بيو اس اي ما بيقدر يقدم لجوء في كندا. اوكي. اذا مقدم لجوء في امريكا ما بيقدر يقدم لجوء في كندا، صح؟ صحيح. واضح. فاللي بيروح على امريكا اذا بده يجي على كندا يعني يا يكون واضح بده يروح على امريكا او يجي على كندا، واحد من اثنين، اما اثنين ما بنفهم. شو شروط الكفاله للاخ والاخت او الاب؟ وهل يمكن ان يعمل او لديه رصيد، هل يجب ان يعمل او لديه رصيد بنك؟ هلا كفالة الأخ والأخت، ما في اسم كفالة الأخ والأخت، في شيء بنرجع إحنا الكفالات الخاصة اللي هي اللجوء من خارج كندا وهي لها متطلباتها، هذه حنحكيها بعدين. يا بالضبط. نعم. وهذا السؤال من محمد برضو بيحكي عن الكفالة الخماسية، حنحكي عنها الأسبوع القادم إن شاء الله لأنها هاي من خارج كندا، فإن شاء الله تابعنا الأسبوع القادم لأنه في كتير ديتيلز. هل يجب على الكفيل أن يكون يحمل الجواز الكندي، أن يكون حصوله أو يكفي الحصول على الإقامة لكي يكون مؤهل أن يكفل أي شخص من الأقارب والمقربين؟ أعتقد هذا نحكي عنه الأسبوع القادم. يبدو هو عبارة عن لجوء من خارج كندا. Yeah. يا ساري الأسبوع القادم إن شاء الله بنفس الوقت. أنا إذا واحد مقدم على اللجوء في أمريكا وتحصل عرفت، هل يستطيع أن يقدم على كندا؟ سبحان الله.
الآن جاوبنا هذا السؤال صح؟ لا يجوز. يجوز. هل يوجد حل للناس المقدمة على لجوء في أمريكا وجت كندا؟ نفس الكلام. الآن في قانون للأسف لا يمكن. طبعاً هون طبعاً في أخ بيحكي إنه بعض المستشارين للأسف لا يعطوا استشارات صادقة. مظبوط كلامك صح، في بعض المستشارين أو بعض اللي بيعتبروا حالهم مستشارين لعدم خبرتهم وتقديم الترتيب الملفات. طيب هذا مصطفى لامي بعت نفس السؤال أكثر من مرة ردينا عليه. أميرة بتقول لك أهلا وسهلا يا دكتور، تحياتي. عرفنا. مروة بتقول لك دكتور عمر الله يعطيك ألف عافية ومشكور كتير. طيب الدكتور اللي يحمل الجنسية اليمنية، أنا مقيمة في سلطنة عمان، أقدر أدخل فيزا إلى كندا؟ طبعا. هو أنا بحكي الفيزا، هي في ناس بقول لك إذا أنا يمني أو سوري باخدش فيزا، لا، أنا في عندي هنا سوريين طلاب ومقيمين بالخليج، وعندي كمان يمنيين. أنا بحكي بيعتمد على البروفايل تبعك وقديش وضعك في البلد اللي أنت عايش فيها. إذا وضعك أنت عندك شغلك وعندك دخلك وعندك استقرار وعندك وظيفتك، ما فيش مانع. طبعا يسرى شكله عندها أسئلة كتير عن الفيزا، احنا حنسوي حلقة عن مواضيع الفيز، كيف نقوي فرصتنا بالحصول على الفيز، وإن شاء الله حتكون قريبا. يعني إبراهيم بيحكي كيف أقدم على لجوء من خارج كندا. إبراهيم الأسبوع القادم بنفس الوقت الدكتور عمر حيكون معنا لنتحدث عن هذا الموضوع، فكون معنا إن شاء الله وتابع الحلقة من إيه من البداية إلى النهاية حنحكي عن هذا الموضوع. إحسان ردينا عليه، مصطفى ردينا عليه، هيثم بقول أنا طبيب اختصاص أحاول الحصول على لجوء أو هجرة. حسين موضوعك بيختلف، I think دكتور عمر ممكن يساعدك. أعتقد دكتور بيعتمد أنت شو الجنسية ومقيم، يعني في أسئلة كثير بدي تفاصيلها، إمكانك تتواصل معي على الخاص وأعطيك استشارة. علي بقول لك هل يمكن نقل الملف من مقاطعة إلى أخرى؟ أكيد. ممتاز. ريم بتتابعنا، أهلا وسهلا ريم. باي ذا واي ريم عندها حلقة في خلال أقل من ساعة ف 45 دقيقة، تابعوها إن شاء الله على كنار تي في، حيكون عندنا ضيفة متميزة معها. سؤال من علي بقول لك في أي مقاطعة متواجد يا دكتور؟ أنا بمقاطعة أونتاريو، بس بالمناسبة أنا بعمل محاكم بكل كندا باستثناء كوبك. هو كيبيك لحال إنهم عشان قانون. يس. أنا سوري في تركيا، كيف ممكن أطلع لكندا؟ عمار حنحكي عن هذا الموضوع الأسبوع القادم. أنا بديش إنه حدا يقول إنه ما جاوبنا عليه. شكرا من القلب لك يا مثنى. طيب كيف أقدم اللجوء؟ أنا من السودان برضو الأسبوع القادم. لو أنا حاصل على قبول مشروط باللغة وبسبب الكورونا حصلت على اللغة في بلدي، كيف يتم تعديل القبول؟ بعرف مروان زواهري صح؟ مروان مروان صاحبنا وزبوننا. مروان بيعرف الجواب. يتواصل معي وأنا بعطيه استشارة. طيب طبعا أنا حطيت معلومات الدكتور هون كلها موجودة على الموقع في الكومنت، تقدروا تدخلوا وتستفيدوا منها. اللي بيسأل عن اللجوء من خارج كندا يا جماعة رح نحكي عنه في حلقة قادمة إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس الوقت مع الدكتور عمر رح يكون معنا، فتابعونا. في سؤال عن متطلبات السوبر فيزا للوالدين. تمام. طبعا قبول الإقامة ولم يستلموا البطاقة بعد، بطاقة إيش؟ ما هي متطلبات السوبر فيزا؟ عندي ولدين
سؤال غريب، سوبر فيزا للأب والأم صح؟ أو الجد والجدة. أو الجد، بس هي بتحكي عن ولدين، والدين يمكن حصلوا على قبول الإقامة ولم يست... سؤال في غلط، صح ولا لا دكتور؟ صحيح. موضوع الاستثمار زيد، إذا بدك تسأل عن موضوع الاستثمار ممكن تتواصل مع الدكتور، لأنه حلقتنا كانت الأسبوع الماضي، فممكن تتواصل مع الدكتور وتسأله دايركت. حلقة رائعة وشكرا، تكلمت عن معظم السيناريوهات. هل يمكن التواصل مع الدكتور عمر؟ نعم، وضعنا التلفون والمعلومات كلها على الشاشة. هل تجبر كندا فتح فروع في الدول العربية؟ فروع ايش؟ فروع للمكتب. احنا بنحاول ما نفتح مكاتب بخارج كندا، بس احنا بنعمل زيارات ميدانية، وانا دائما بتردد بين دول الخليج ومعظم الدول العربية لفترات معينة. تعرف احنا عندنا اللجوء هو اكبر قسم، فبحدد احيانا زياراتنا خارج البلد الا لما يكون عندنا فيش محاكم. فاحنا بنطلع زيارات موسميه، يعني ممكن every 3 months بنروح على دول عربيه بنعمل اجتماعات، بس مكاتب فيزيكال لنا في كل بلد ما عندنا، ما عندناش ايجنت. اوكي، فاذا مش شرط انك تفتح مكاتب. معظم الأسئلة الباقية كلها عن موضوع اللجوء من خارج كندا، بس في هذا السؤال سريعا من هيثم، بيقول لي يعني بعد الدخول إلى كندا بعدين أقدر أقدم على اللجوء عادي؟ نعم، كلام سليم. يس. طبعا السؤال اللي كان من جوية، أقصى 2 من أبنائي حصلوا على موافقة اللجوء. أوكي، شو تمام هلا هو لما يحصل على موافقة اللجوء أكيد أولادك هم يعبوا للإقامة الدائمة. الإقامة الدائمة تقريبا بتأخذ من سنة لسنة ونص مينيموم حتى يأخذ اللي هو البي آر كارد أو الإقامة الدائمة اللاندينج. خلال هاي الفترة ما بيقدر يعمل لك أي إشي اسمه سبونسرشيب كوالد أو والدي، بس يمكن يقدر يعمل اللي هو إذا كان هلا في أشخاص ماخدين مثلا أخذ اللجوء وقدم للبي آر، كانوا يقدم لهيز اون فاميلي، يعني إذا كان إحدى أولاده مش موجود معاه كان في البلد لسه، أو زوجته موجودة أو مش موجودة، بيقدر يقدم لكل فاميلي ممبر، لكن كوالد أو والدي ما بيزبط إلا بعد ما يأخذ البي آر. نعم. أنا أتوقع أنه جاوبنا على كل الأسئلة. بدي أشكرك وأعطيك آخر دقائق دكتور، إذا عندك أي شيء تضيفه، أي شيء نسيناه، أي شيء حابب تحكيه، عشان نقدر. متطلبات السوبر فيزا حنحكي عنها بحلقة، في ناس بيسألوا عنها. في سؤال أخير، هل يوجد ما يسمى ببرنامج حماية في كندا اللي هو البروتكشن، حكى عنه الدكتور في بداية الحلقة. دكتور إذا حابب تحكي أي شيء تفضل. معلش، هو أنا شوي ما انتبهت للسؤال مرة تاني. البروتكشن، الحماية، هذا حكيت عنه. برنامج حماية حكيت عنه. هو برنامج الحماية نفسه برنامج اللجوء، يعني هو عبارة نفس الطريقة اللي حكينا، سواء كان لاجئ ولا كان كحماية نفس المعنى. نعم تمام. تفضل يا دكتور، تفضل إذا عندك أي شيء بتحب تضيفه في النهاية. أعتقد إحنا غطينا كثير نقاط، في بعض التفاصيل أعتقد بدها وقت كثير نحكي فيها بتفاصيلها. يمكن الموضوع ممكن كمان له علاقة باللجوء داخل كندا، إنه الإنسان بس يعمل المحكمة، لأما بينجح أو الله بوافقه، لأما بيكون شيله حظ. شو حيصير بعد هيك؟ نعم، في استئناف، في خطوات تانية، إذا كان نجح شو لازم يعمل، وإذا كان ما توفق فيها شو لازم يعمل. هاي كمان فيها تفاصيل كمان شوي عديدة، هاي حنخليها للحلقة القادمة، حنبدأ فيها إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله. طيب. أنا بدي أشكر دكتور عمر شكر جزيل على الحضور وعلى متابعة الأسئلة تبعت أصدقائنا ومحاولته أنه يفيد الناس ويسلط الضوء على نقاط كثيرة في موضوع اللجوء. والحقيقة أنا بدي أوجه الكلام للمشاهدين، قل لهم يا جماعة الخير، رجاءً رجاءً رجاءً
خليكم تكونوا subjectives لما بتتكلموا أنتوا في موضوع، ركزوا على هذا الموضوع. إحنا الآن في حلقاتنا هذه بنحاول نفيد الناس، والدكتور عمر والضيوف الموجودين معنا يفيدوا الناس من أوقاتهم. الأوقات هذه مكلفة، فركزوا الأسئلة، ركزوا المعلومات، ركزوا التعليقات إنها تكون في مصلحة الآخرين. كل واحد عنده قضية خاصة يستطيع إنه يتحاور فيها مع الدكتور عمر إذا في عنده قضية خاصة، إذا في عنده مسألة خاصة ورأي خاص ممكن أيضا يستشير فيه الدكتور عمر. إذا وجد إنه الإجابات يحتاج أن يتوسع فيها هو حر، هو الكافة الحرية في ذلك. إحنا في هذه البرامج بنحاول نرسم مسار، رسم المسار عشان نقول للناس هذا طريقكم، هذا الطريق اللي أنتوا تسلكوه، وهذا الطريق اللي يساعدكم عشان توصلوا لما تريدوه. إحنا لا نفتي، وإنما هناك مختصين يفتوا بهذا الأمر. نحاول أن نوصل الناس لجهات الاختصاص عشان يستفيدوا من هذا الأمر. لذلك خلينا نكون إحنا مركزين، اصبروا على الحلقات، ما راح تكون حلقة واحدة، راح تكون حلقات متعددة. وكل يعني لاحظتوا نتكلم عن اللجوء من داخل كندا، ونتكلم عن اللجوء مراحله، وأخذنا وقت كامل كان المفروض ناخذ ساعة، الآن تجاوزنا إلى الساعة والثلث تقريبا. واللجوء أيضا في من خارج كندا متأكدين حياخذ وقت أيضا، أنواع الهجرات كمان حياخذ وقت. فخلينا نكون مركزين في معلوماتنا، نكون مركزين في أسئلتنا، نتابع الحلقات مثل ما هي، ونحاول أن نستفيد منها ونفيد الآخرين، ونترك مجال للآخرين أن يستفيدوا. وأشكرك دكتور عمر مرة أخرى، تحياتي لكم جميعا. باسم قناة تيفي أنا بنشكر الدكتور عمر، بنشكر جميع المتابعين على أسئلتهم الرائعة، بنشكر الجميع اللي كان بيشاهد حتى وما كتب تعليقات. إن شاء الله تستفيدوا وتكون هاي الفائدة عليكم. بذكركم الأسبوع القادم بهذا الوقت حنكون مع الدكتور عمر في الحلقة الثانية من موضوع اللجوء، هنتكلم عن ما بعد القرار في المحكمة، وهنتكلم برضو عن موضوع التقديم عن اللجوء من خارج كندا. بذكركم إن شاء الله بعد أقل من نصف ساعة أو من نصف ساعة تقريبا عندنا حلقة جمال الحياة مع ريم، هيكون في عندها ضيفة مميزة جدا على كنار تي في، تابعوها، تتكلم عن كيف أنه نرفع من طاقتنا الإيجابية في الحياة. والساعة 9 اليوم حيكون عندنا حلقة في مقهى كنار لايف، نستضيف ضيفين فنانين من كندا رسموا بلوحاتهم الجميلة جدا الواقع الذي نعيشه سواء بوقت الكوفيد، ورفعوا معنوياتنا. فتابعونا، حيكون لنا لقاء متميز. نقول لكم سلام عليكم، وليس لنا إلا لقاء قريب إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم.